فريد حرف الاف حرف الاف حرف الاف. هم مغلق. حجي رايد تاكسي؟ لا عمو لا ما رايد تاكسي. شنو ما رايد حجي؟ لا شكو واقف نص الشارع دام رايد تاكسي. طبوا بيتكم جوا شكو، انا وقفت لك بعد لازم تصعد. وليدي شنو لازم؟ قوه يا اخي اخذ تاكسي، يعني اخذ تاكسي من الشارع او توديني للهول؟ والله هذا حكي ما قوه اصعد يعني؟ لا حجي لازم تصعد، توقف نص الشارع بعد ما يصير انا وقفت لك. اخي انا ما وقفتك، انا دا اخابر صديقي فريد بحرف الاف، ما اشوف الاحرف، سويت هالشكل تعبالك انا اشرك. حجي شنو مديت ايدك؟ يا صديقك وين الاخلاق؟ هاي شلون؟ انت ايش كبرك ما تستحي تضحك على الناس؟ احترم نفسك، احترم. صوتكم عالي ايش عجب؟ شنو ممكن تفهموني شنو المشكلة؟ افهم المشكلة وعود عاتبني يقول لي ليش صوتك عالي؟ خليني اسمع بالله احكي. اخي اي مديت ايدي طلعت الموبايل راح امثل لك اياها. اي سوي لي هذا. مديت ايدي هالشكل صديقي بحرف الاف اف اف مو مديت ايدي هالشكل هو عبالي انا اشرت له ما اشرت له وعيونك ما اشرت. كذاب كذاب هو اشر لي هيك اشر لي. يا بيش احلف لك وراسي لك رينك ما اشرت له بعد. عمي تبي تستحي؟ ها مو عيب عليك؟ نوب رجال ايش كبرك ايش قدك؟ شو جاهل انت؟ واقف تاشر للعالم بالغلط؟ شنو لوتي صاير؟ تعرف انت سايق تاكسي كاتلهم الجوع يحصلهم 10,000 20,000 علاقه للجهال هسه ناسب على العالم شنو؟ شنو لك بهالسوالف هاي؟ اخي ما تقدر شنو لك بهالسوالف؟ عيب عيب استحيح ولا برغي ولا حر ولا طعجه. احترم نفسك لا تصيح اقول لك ما شرت له ما شرت له ما شرت له. اخوي انت مبين خوش ولد ايش قد كروتك؟ لا انا ادفعها. انت هم مبين خوش ولد وفاعل خير بس انا راح ترش اسوي؟ شو اسوي؟ راح اخليها بذمته. دير بالك دير بالك خليها بذمتك ادفع ادفع ايش قد ما يريد يدفع عمي كل سهوله بالذمه عمي انا اسف ما اخليها بذمتي عمي ابوس راسك واعتذر منك ايش قد الكروه 5000 5000 ماشي تؤمر امر عمي جيب تؤمر امر صدق كذب 5000 هاي ال 5000 واعتذر منك وهاي بوسه للبنيد وروح الله وياك والكمان بيا دنيا عايش